السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. هذه الحلقة سنخصصها اليوم للحديث عن انطلاق الدورة الوطنية الأولى للألعاب الرياضية في العاصمة المؤقتة عدن، وأيضا سنناقش ما هي المعوقات التي تواجه القطاع الرياضي بشكل عام. إذن بدأت في العاصمة المؤقتة عدن فعاليات منافسات الدورة الوطنية الأولى للألعاب الرياضية، وقال بيان صادر عن وزارة الشباب والرياضة إن عدن وحضرموت ستشهدان منافسات بطولة الشطرنج والجودو وكرة الطائرة، هذا وأقيمت بطولة ألعاب القوى في مضمار ملعب نادي الوحدة بمدينة تريم. تأتي الأولمبياد المحلية في ظل انتقادات كثيرة لعدم تمكين فرق من تعز والجوف ومأرب من المشاركة. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: هل ما زالت الرياضة تمثل أداة للتخفيف من بعد المسافات التي تنتجها السياسة؟ وما هي التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الرياضي في اليمن؟ نشاهد سويا هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. بعيدا عن أخبار الحرب وشكل الصراع المسلح الذي وصل ذروته، تعود الأنظار إلى الرياضة علها تخفف شيئا بسيطا من الواقع الأسود الذي فرض على اليمنيين منذ ما يقارب 3 أعوام. فحينما تسببت الحرب في توقف النشاط الرياضي بالإضافة إلى تجميد كافة فعالياته ومسابقاته، عادت العاصمة المؤقتة عدن لتحتضن فعاليات الدورة الوطنية الأولى للألعاب الرياضية للناشئين بمشاركة فرق المحافظات الجنوبية. وزارة الشباب والرياضة قالت إن ملاعب مدينتي عدن وحضرموت ستشهد منافسات عديدة، منها بطولة الشطرنج والجودو والكرة الطائرة، فيما ستقام بطولة ألعاب القوى في مضمار نادي ملعب نادي الوحدة بمدينة تريم. بطولة أولمبياد عدن التي أقيمت وسط إمكانيات متواضعة، قال مسؤولون فيها إن فرق الجوف ومأرب وتعز اعتذرت عن المشاركة في البطولة، وذلك لعدم جهوزيتها للمشاركة بعد. لكن البعض قال إنه تم استثناؤهم من قائمة البطولة، وهو ما وضع أسئلة عديدة حول عودة الأزمة السياسية لتتحكم في كل مناحي الحياة الاجتماعية والرياضية. تمثل الرياضة إذن أداة فعالة لخلق وجدان جمعي يخفف من بعد المسافات التي تنتجها السياسة في المجتمع، لكنها وبالرغم من ذلك لا تزال تعاني الكثير من الإهمال وانقطاع المستحقات الخاصة للقطاع الرياضي الذي يحتاج لعدة سنوات لترميم ما ألحق به من ضرر على مدى العامين الماضيين. وبين تحديات ومحاولات عديدة للعودة، ما تزال الرياضة الأداة الأسرع والأنضج لإيصال رسائل السلام المجتمعي، علاوة على أنها تعتبر الطريقة الأمثل لتحييد الشباب وإبعادهم عن دائرة الحرب. إذن مشاهدينا نستهل النقاش وينضم إلينا من الرياض وزير الشباب والرياضة نايف البكري. معالي الوزير مساء الخير. مساك الله بالنور والعافية. أهلا بك معالي الوزير. بداية، انطلاق أولمبياد عدن، ماذا تمثل هذه الفعالية وما هي رمزية اختيار هذا التوقيت لانطلاقها؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم على هذه النافذة التي اليوم تنظرون بها إلى هذه المدينة الجميلة مدينة عدن، والتي أيضا تتابعون معنا الدورة الوطنية الأولى للناشئين 2017 أولمبياد عدن كما أسميناه. تأتي هذه الاستعدادات في إطار خارطة كبيرة لوزارة الشباب والرياضة في إعادة الروح الرياضية في البلد وبالذات في المحافظات المحررة، والتي كان هناك تدمير كبير للبنية التحتية وأيضا تدمير كبير للمنشآت الرياضية من قبل هذه الميليشيات، وكان حتما على وزارة الشباب والرياضة أن تكون هناك نشاطات وأن تعيد هذه النشاطات وهذه البطولات في المحافظات وبالذات مدينة عدن التي تعتبر اليوم العاصمة المؤقتة لليمن، والتي أيضا عانت كثير من التنكيل في المنشآت الرياضية، والتي دمرت أكثر من 80% من هذه المنشآت
ياتي هذا الاولمبياد في هذه الظروف التي يمر فيها الوطن، حتى نستطيع ان نوجه رساله من مدينه عدن، من العاصمه عدن، بان الحياه الطبيعيه عادت، وان الحياه الرياضيه اليوم مستمره، وان هؤلاء الشباب يستطيعون اليوم ان يقوموا بالانشطه الرياضيه، وان ايضا هذه الانديه التي تشارك ايضا من محافظات مختلفه، والتي هذه البطوله اتت ايضا متزامنه ايضا مع كاس رئيس الجمهوريه، وايضا عوده النشاطات المحليه وعوده مكاتب الشباب والرياضه في المحافظات المحرره. نعم. وهذه هذا الاولمبياد ياتي تزامنا مع اعيادنا بالذكرى 30 من نوفمبر، عيد الاستقلال، ونحن نوجه هذه الرساله للعالم، ونوجه هذه الرساله للداخل والخارج بان اليمن في امن وفي استقرار، بالذات المحافظات المحرره، وان هؤلاء الشباب يستطيعون ان يقدموا ايضا مواهبهم، وان يصنعوا لنا، بالذات نحن استهدفنا فئه البراعم، الفئه السنيه، من اجل ان يكون هناك اساس تقوم عليه الرياضه اليمنيه، وايضا المنتخبات التي راينا كثير من المواهب التي استطاعت أن تقدم إنجازات لليمن، وآخرها كان منتخب الناشئين ومنتخب الشباب وأيضا المنتخب الأول. نعم. معالي الوزير، هناك تساؤل مهم، يعني من خلال الأندية المشاركة في هذه البطولة لوحظ أن كل الأندية هي من المحافظات الجنوبية، بينما هناك غياب لجميع الأندية في المحافظات الشمالية، منها تعز ومأرب والجوف. هذا الغياب يعود لعدم جهوزية هذه النوادي الأندية عفوا في هذه المحافظات، أم أن هناك سبب آخر للاستثناء؟ كثير من التساؤلات اليوم تدور حول بعض المحافظات التي لم تشارك في هذه الدورة وفي هذا الأولمبياد، ونحن ننظر إلى أبناء اليمن في كل المحافظات من خلال وزارة الشباب والرياضة، التي اليوم الحمد لله نستطيع أن نقول وأن نتفاخر بأن كانت من ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة إعادة العمل في مكاتب الشباب والرياضة في كل المحافظات، سواء هذه المحافظات في الجوف أو في مأرب أو في تعز، كل المحافظات المحررة سواء كانت في المحافظة الشمالية أو في المحافظة الجنوبية اليوم تشتغل بوتيرة عالية. كان لدينا نشاطات في الجوف، وكان لدينا نشاطات في مأرب، ولدينا أيضا بعض الأنشطة في مدينة تعز. نحن ننظر إلى أبناء اليمن الواحد بعين متساوية، نحن رياضيين نسمو عن أي خلفات، نسمو عن أي صقائر. نحن اليوم في إطار وزارة الشباب والرياضة كانت هناك تصفيات، وكان هناك عمل في إطار محافظة عدن في إطار التصفيات لأكثر من 4 أو 5 محافظات شاركت، ولكن لدينا أيضا شبوة، وأيضا لدينا سقطرة، وأيضا لدينا الجوف ومأرب وتعز. وأنا أقولها من خلال منبركم الكريم ومن خلال هذه القناة الفاضلة أن لدينا أنشطة ولدينا دورات قريبة جدا في المحافظات، ومدراء مكاتب الشباب والرياضة تم التواصل معهم، وهناك إعداد لمسابقات ودورات في مختلف الأقاليم وفي مختلف المحافظات، سواء كان في مأرب أو في تعز أو في الجوف، وإن شاء الله عما قريب ستشاركون معنا وستنقلون عبر فضائيتكم الفاضلة هذه البطولات وهذه المشاركات. ولكن نتيجة للحرب، ونتيجة لبعض الصعوبات أيضا الأمنية، ونتيجة أيضا لعدم أيضا بعض المحافظات جاهزيتها في بعض الألعاب التي أكثر من 11 لعبة، ليس فقط المشاركة في كرة القدم، ولكن هناك في الطائرة، في التنس، في الكونغو، في سباق الضاحية، أيضا في الشطرنج، أكثر من لعبة لابد أن يشارك في هذه المحافظات، وأن يكون هناك تصفيات في المحافظات أيضا التي لابد أن تشارك، أن تكون هناك أيضا تصفيات، ولكن بعض المحافظات لم يكن هناك جاهزيتها. لكن إن شاء الله نحن على موعد في تعز الإباء، تعز العز، وأيضا في مأرب إن شاء الله في الأيام القادمة في دورات وفي نشاطات رياضية وشبابية إن شاء الله قادمة. ويتواجد الآن في محافظة مأرب الأخ صالح الفقيه وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الشباب من أجل هذا العمل ومن أجل التركيبات القادمة، وأيضا
هناك ايضا تكليف الاخ الاستاذ حمزه الكمالي في محافظه تعز، والاخ ايمن المخلافي مدير مكتب الشباب والرياضه، وايضا لدينا تواصل، وايضا سيكون هناك عما قريب وفد وزاره الشباب والرياضه بعد الاولمبياد سيزور محافظه سقطرى زياره كامله للانديه والمعرفه ايضا مدى استعداد هذه المحافظه العزيزه على قلوبنا للنشاطات، وايضا مكتب شبوه. نحن نقول باذن الله عز وجل ان كل المحافظات المحررة ستكون داعين الاعتبار، وسنوليها ايضا اهتمام ورعايه في مختلف الانشطه الشبابيه والرياضيه، وباذن الله عز وجل بان هذه الدوره الاولى للناشئين والتي كانت ايضا اعدادها في مدينه عدن، وكانت الانديه ايضا جاهزه، وكان هناك ايضا تسابق، وكان ايضا هناك تحفيز، نعم، وايضا هناك رسائل متبادله بان هذه المحافظات الاربعه والخمسه التي تشارك اخواننا في المار او حضرموت او لاحق او أبين أو عدن، كان هناك استعدادات لمدة أكثر من 6 أشهر والتي استمرت هذه التصفيات وهذه الاستعدادات. نعم، معالي الوزير، ماذا عن الأندية يعني الواقعة في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات، يعني كيف وضعها؟ نحن نتواصل مع الجميع على مختلف الأصعدة الرياضية والشبابية مع كل أبناء الوطن في كل المحافظات، من صعدة إلى مارب إلى الجوف إلى صنعاء إلى تعز إلى أب إلى كل المحافظات حتى التي هي واقعة تحت أطار أو تحت هذه الميليشيات التي اجتاحت هذه المحافظات والتي استهدفت، وأنا أقول اليوم عبر قناتكم كان استهدافها الأول للمنشآت الرياضية للمنشآت الشبابية والتي تقام عليها التدريبات العسكرية والتي تقام أيضا من خلالها معسكرات الانقلابيين للأسف الشديد، ولكن نحن لدينا تواصل ولدينا تنسيق مع معظم شباب اليمن وبالذات الرياضيين، وهناك مشاركات، ونحن رأينا منتخب الشباب ومنتخب الناشئين والمنتخب الأول، وأيضا عندنا مشاركات أيضا كانت في ماليزيا للشباب، وأيضا عندنا كانت في تركيا للشباب قادمين من صنعاء، قادمين أيضا من إب من تعز. وزارة الشباب والرياضة في إطار عملها تتواصل مع كل المحافظات التي إن شاء الله سيكون الفرق عما قريب، وستكون هذه المحافظات أيضا قد تحررت وسيعود باقي النشاط، ولكن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتمام كامل واهتمام أيضا وتنسيق وإشراف وتواصل مع كل محافظات اليمن. نعم، معالي الوزير، هنا فيما يتعلق بالأولمبيات التي انطلقت في العاصمة المؤقتة عدن، هل يعني إمكانيات الوزارة في الوضع الحالي قادر على يعني إتمام هذه الأولمبيات بشكل كامل، وأيضا هل الترتيب من الجانب الأمني ومتكامل مع يعني عمل الوزارة بحيث يعني تخرج الفعالية هذه بنجاح تام؟ بإذن الله عز وجل نحن واثقين ومدركين، وقد عملنا خطة كاملة، وأيضا هناك تصور كامل قبل انطلاق الأولمبياد حول مستوى هذه الدورة، وأيضا الفرق التي ستشارك، وأيضا الملاعب والصالات الرياضية، وأيضا الجانب الأمني والتي أيضا ترعى هذه الدورة أيضا وبعناية، وأيضا تواصل فخامة الأخ الرئيس المشير عبد الرب منصور هادي الذي أيضا داعم لهذه البطولة وللشباب، وأيضا هناك اهتمام كبير جدا من الأخ رئيس الحكومة الدكتور أحمد بندقر التي وضعت أيضا الحكومة أن يكون هناك جهد كبير في إطار الشباب والرياضة، وأيضا لا يسعنا في من خلال هذا البرنامج الكريم ومن خلال نافذتكم اليوم، نعم، أن نشكر الأخوان في السلطات المحلية في كل المحافظات التي تشارك في هذه الدورة، وأيضا أن نشكر الأخوة في قيادة الأجهزة الأمنية في محافظة عدن وحضرموت التي أيضا سهلت والذي أيضا لا زالت إلى 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 أطراف الليالي وإلى آخر الليالي أيضا عيون سارة في المنشآت وفي الملاعب الرياضية، والحمد لله نحن نقول أن أبناء هذه المحافظات لديهم وعي ولديهم أيضا مسؤولية اليوم بأن هذه الدورة وهذا الأولمبياد وهو عرس وتظاهرة جماهيرية ورياضية وشعبية، كل أبناء هذه المحافظات اليوم يحتفلون، ونحن رأينا
ملاعب عدن وصالات عدن، وأيضا رأينا ملعب سيئون، ملعب تريم، الآلاف الذين حضروا، ورأينا الرقصات الجميلة، ورأينا يعني الأناشيد والأهازيج والأغاني الفلاحية التي تحتفل بهذه الدورة. نحن نشكر الأخوة في الأجهزة الأمنية وأيضا الأخوة في الجيش الذين هم معنا أيضا مشاركين مع أبنائهم ومع هذا الجيل الذي إن شاء الله سيكون عماد ومستقبل اليمن القادم بإذن الله عز وجل. نحن نقول لا خوف على هذه الأنشطة. المحافظات اليوم في استقرار وفي حالة أمنية أفضل، وإن شاء الله ستقام أيضا في محافظات أخرى كمحافظة مأرب التي أيضا كان الأخ المحافظ أمس في زيارة المنشآت الرياضية وللملعب الذي بإذن الله عز وجل سيجهز خلال الأشهر القادمة، وأيضا ملعب الشهيد الحبيشي الذي بالنسبة معالي الوزير هنا ولو قاطعتك معالي الوزير في هذه النقطة وبسؤال أخير يعني بشأن البنية التحتية للرياضة بشكل عام والتي دمرتها الحرب، هل هناك تحرك حكومي لإصلاح القطاع الرياضي بشكل جاد هذه المرة؟ نحن كنا على يقين وعلى ثقة بشباب وشابات اليمن في كل المحافظات بأن الإرادة لدى الشباب هؤلاء أنهم ونحن نستطيع أن نقيم كل الفعاليات وكل التظاهرات الشبابية أيضا من ركام هذه الميليشيات التي أيضا قامت بالاعتداء على هذه المنشآت الرياضية. نحن انتفضنا وكانت هناك إرادة منذ أن بدأنا في عمل وزارة الشباب والرياضة كأول وزارة في العاصمة المؤقتة عدن، كأول وزارة منذ أن تم تعيينها في وزارة الشباب والرياضة. كان هناك الهيكل الكامل وزارة الشباب والرياضة، وكانت عندنا هناك عدة بطولات وعدة أنشطة رياضية أقمناها في ظل ظروف قاسية وفي ظل ظروف أمنية. كان الأخوان المتواجدين أيضا في كل القطاعات في وزارة الشباب والرياضة، الأخوان الوكلاء والشباب وأيضا قيادات العمل الرياضي في هذه المحافظات كانوا ولا زالوا إلى اليوم برغم بعض الصعوبات وبعض المشاكل، إلا أن هذه البطولات وهذه الأنشطة تقام في كل المحافظات. الحكومة تولي اهتمام كبير بإعادة هذه المنشآت وإتاحتها لهؤلاء الشباب في صورة يعني في مظهر أكبر إن شاء الله يليق بالرياضة اليمنية. ونحن بدأنا أيضا من خلال تشييد وإعادة بناء الملعب الرياضي بصورة إن شاء الله جمالية أكبر، ملعب الشهيد الحبيشي، وأيضا لدينا أيضا تصور الآن باستكمال المنشآت واستكمال ما تبقى من ملعب سيئون وأيضا الملعب الرياضي الكبير في مدينة أيضا مأرب، وأيضا هناك بعض التجهيزات لبعض المنشآت الرياضية في مدينة عدن. ولكن نتمنى أيضا أن يكون هناك اهتمام أكبر وأن يكون هناك أيضا دعم أكبر لهذه المنشآت، والتي نقول اليوم بأن شباب اليمن أكثر من 6 مليون شاب وشابة على مستوى اليمن يتمنون أن يكون هناك صالات وأن تكون هناك أندية على مستوى حتى يستطيع هؤلاء الشباب أن يمارسون طاقاتهم وأن يمارسون أنشطتهم في أجواء وفي ملاعب وفي صالات إن شاء الله تكون صالات تلبي طموحات هؤلاء الشباب وضحت ويكون الصورة. هناك أيضا مستوى أكبر وأفضل. وضحت الصورة. أشكرك معالي وزير الشباب والرياضة نايف البكري، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. سينضم إلينا الآن الصحفي الرياضي السيد ماجد الطياشي من الرياض. سيد ماجد مساء الخير. مساء الخير أخي شادي والسادة المشاهدين. أهلا بك سيد ماجد. نبدأ معك من الأولمبياد الذي انطلق في العاصمة المؤقتة عدن، ماذا تمثل هذه الفعالية في ظل الواقع الراهن اليوم؟ في البداية أمسي على العزيز نايف البكري الذي يعتبره حقيقة شخص نموذج رائع للشباب اليمني الذي ينجح في أي مجال وضع فيه شخص وضع في المكان المناسب. كنا بحاجة لهذا الرجل، وأن يكون معنا في قادم الأيام في أوضاع طبيعية أن يكون وزيرا للشباب والرياضة، رجل حمل على عاتقه هم الشباب والرياضة في آن واحد. بالنسبة للدورة الوطنية الأولى للألعاب الرياضية للناشئين تعتبر تظاهرة فرح وإعلان عودة للحياة إلى الملاعب اليمنية التي دمرتها الحرب. نحن بحاجة ماسة جدا لأن يكون هنالك ألعاب رياضية، لأن يكون هنالك حياة في الملاعب. نعم، لكن ماجد ما هي أبرز المعوقات التي تراها والتحديات التي تواجه الرياضة في اليمن بشكل عام اليوم؟
طبعا نحن عندما نتحدث في الوضع الطبيعي الرياضة اليمنية تعاني، فما بالك انك تتحدث في وضع حرب. اذا كان كل المسؤولين ينظرون الى الرياضة بانها هي يعني لقضاء وقت فراغ لا اكثر، فما بالك ان يكون في وضع الحرب. كنت قد قرأت قبل يومين رسالة وزير الشباب والرياضة حين قال الأخوة يعني في قيادة الوزارة واللجنة الفنية مكاتب الوزارة بالمحافظات الإداريين المدربين، كونوا نعم الآباء والمربين والناصحين لأبنائنا اللاعبين، أزرعوا فيهم قيم المحبة والتسامح، عززوا في نفوسهم حب الوطن والرياضة، ساعدهم في اختيار الطريق الصحيح الذي يرفع من شأنهم في الحياة. هذا هو مقصد الرياضة. من أجل هذا وجدت الرياضة. الرياضة ليست أن تركض خلف كرة، الرياضة ليس أن تجري تصل الأول، الرياضة ليس أن تهزم خصمك، الرياضة أكبر من ذلك. نعم. يجب أن نتفق جميعا أن الرياضة تستطيع بها أن تقضي على البطالة والإرهاب والفقر في وقت واحد. يعني أنت تشاهد حينما كان الدوري شغال مثلا في كرة القدم اليمنية، أتوقع أكثر من 1000 أسرة تعيلها الرياضة، مدربين ولاعبين وإعلاميين وأطباء رياضيين ومختصين ومسؤولين رياضة. فما بالك أنه تتحدث الآن عن وضع نحن في أمس الحاجة لأن يكون هنالك رياضة. نعم ماجد، بالنسبة للأولمبياد الذي انطلق في عدن، هناك أنباء تحدثت عن وجود استثناءات لبعض المنتخبات كالمنتخبات في مدينة تعز ومأرب والجوف. ما حقيقة هذه الأنباء ويعني على ماذا تدل إذا ما صحت هذه الأنباء؟ طبعا أي عمل في البداية لابد أن يسوده بعض الأخطاء، طبيعي جدا أن تأتي بعض الأخطاء من المنظمين. ربما إن اللجنة المنظمة رأت أن يكون الاقتصاد على 4 محافظات في الدورة الرياضية الأولى، وتقام هناك مكملات في مأرب، وهناك مكملات في تعز، هناك مكملات في الجوف. الوضع الأمني، الوضع الاقتصادي للوزارة، كثير من المعوقات تقف في طريق وزارة الشباب والرياضة. الأعزاء خالد صالح وكيل وزارة الشباب والرياضة ووجدان الشعيب فرحان المنتصر عبد الله مهيم يبذلون جهود كبيره في عدن. ربما لجنه مصغره هي من قامت بكل هذا الجهد الكبير وكل هذه التظاهره التي نراها اليوم اقيمت على عاتق جهود افراد محددين فقط. نحن نشكر لهم البدايه او الانطلاق التي كانت بوجهه نظري مشرفه جدا وتشرف كل من يعمل فيها، تشرف كل من يتابعها. نتمنى ان تكون في القادم اكثر وان تشمل كل المناطق المحرره وبما فيها كل مناطق الجنوب، حتى بعض مناطق الجنوب. نعم. لم تشارك مثل سقطرى فرضنا والمهرة. نعم ماجد، البعض يرى ان الحرب يعني تسببت في تمزيق في النسيج الاجتماعي بشكله العام، يعني هل يمكن للرياضة ان تسهم في يعني لملمة ما افسدته يعني السياسة والحرب؟ طبعا ربما بقت الرياضة هي نقطة الضوء الوحيدة في الزمن اليمني الحالك. كنت قبل أقل من شهر في مدينة الدمام، تواجدت برفقة منتخب الشباب الذي شارك في تصفيات آسيا للشباب. يعني كان يشجع المنتخب من صنعاء ومن عدن ومن تعز ومن إيرو ومن أبين، كل المذاهب وكل الانتماءات السياسية وكل التيارات. في بثيت أول مباراة على صفحتي في الفيسبوك أكثر من 150 ألف مشاهد شاهدها. طبعا أنت متأكد أنه هذا لا ينتمي إلى أي حزب معين ولا إلى أي محافظة معينة، الكل يشجع المنتخب اليمني، الكل هتف باسم المنتخب اليمني، الكل دعا له، الكل كان يتمنى أن يفوز، الكل فرح حين فاز، الكل حزن حينما خسر. الرياضة هي رسالة سلام ومحبة ووئام. أتمنى على الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار أن الرياضة ليست مجرد جري وليست مجرد ميداليات أو الفوز. الرياضة أسمى وأعلى من ذلك. نعم ماجد، ما تقييمك لوضع وزارة الشباب والرياضة ومن حيث يعني إمكانيات هذه الوزارة؟ هل قادرة على يعني استيعاب أو إعادة النشاط الرياضي بشكله العام أو على ما كان عليه بالسابق؟ حقيقة ما تقدمه وزارة الشباب والرياضة مقارنة بالوزارات الأخرى تستطيع أن تعطيها بتقييم 90% وتقييم ممتاز جدا. يعني أنت لو تقارن ماذا قدمت الوزارات الأخرى مقابل ماذا قدمته وزارة الشباب والرياضة، ستجد الفارق الكبير، الفارق الشاسع، ولا مقارنة أيضا. ولا تستطيع أن تقول أن هنالك وزارة واحدة حاليا في اليمن تستطيع أن تنافس وزارة الشباب والرياضة. اليوم نشاهد
كرة القدم وألعاب القوى والشطرنج والدراجات وكرة الطائرة والجودة والكاراتيه وكرة اليد والسلة والتيكواندو وكرة الطاولة ب 156 ميدالية في أولمبياد رياضي أربع محافظات، وسيمتد لاحقا إلى مأرب وإلى الشبوة والجوف وتعز. هذا إنجاز بحد ذاته يصعب على أي وزارة في الوضع الطبيعي أن تقوم به ويحتاج منها إلى جهد كبير، فما بالك في الوضع الحالي. نعم، إذن وضحت الصورة. الصحفي الرياضي ماجد الطياشي كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا نكتفي بهذا القدر ونصل إلى ختام حلقة الليلة. أشكر ضيوفي معالي وزير الشباب والرياضة سيد نايف البكري كان معنا من الرياض، وشكر أيضا للصحفي الرياضي ماجد الطياشي كان معنا أيضا من الرياض. في الختام مشاهدينا تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة زميل محمد عبد المغني، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل، حتى أن نلتقي في حلقة قادمة. نترككم في رعاية الله وحفظه.